Salamu alaikum wa wabarakatuh, wa barakatuhu, al ghalin. El anuán del de hoy es la de la la comunicación. Como eh, hemos explicado en, el primer, en la primera clase, la comunicación y qué significa la comunicación y los tipos de la comunicación. Ahora vamos a escribir o a coger algunos ejemplos y saber cómo podemos resolver esta pregunta. Por ejemplo, la conversación entre los compañeros. La conversación entre los compañeros, como hemos dicho en, el primer clase, en la primera clase, que es comunicación humana, verbal, oral. Otro ejemplo también lo he explicado en, el, en la primera clase que es un correo electrónico que es una comunicación humana verbal y escrito ahora bien vamos a terminar con los otros ejemplos vamos a explicarlas una persona triste person. su figura الملامح مالته ايش عرفنا انه هذا الشخص حزين فشون نحلها نقول كومينيكاثيون اومانا نو بيربال اكسبرسيونس فاثيالس ليش اكسبرسيونس فاثياليس لان شيء يتعلق بتعابير الوجه لان شيء يتعلق بتعابير الوجه اوترو أخيملو لاس ريساس لاس ريساس الضحكات راح يكون كومينيكاثيون اومانا نو بارا بارالينغويستيكا ليش بارالينغويستيكا لان شيء يتعلق بمخارج الصوت الضحكات هو شيء يتعلق بمخارج الصوت اوسار لوز ديدوس دي لا مانو بارا ان نوميرال اليمنتوس اوسار لوس ديدوس دي لا مانو بارا ان يقول هو يستخدم ايده حتى يعد بيها نقول يعني آه واحد اثنين ثلاثة هيك شيء فإذا هذا شرح يكون

والطالب لازم تكون اكو مسافه ليش لان هذا استاذ وهذا طالب فاذا نوع الكوميونيكايشن ايش راح يكون هنا راح يكون كوميونيكايشن اومانا نو بيربال بروكسيميكا كوميونيكايشن اومانا نو بيربال بروكسيميكا بروكسيميكا لان تتعلق بالمسافات الا سوثياتاديس اوكسيدنتاليس اس كومون سالودار اي بيديرس كون اون ابريتون دمانوس إذن يقول لنا بالمجتمعات يعني الغربية أنه عادة هم يسلمون بالإيد يصافحون يعني بالإيد ويودعون مثلا أيضا بالإيد أنه تصافحه وتضغط على إيده فهذا شنو؟ بما أنه شيء يتعلق باللمس فإذا هو الحل يكون كومونيكاثيون اومانا نو بيربال ابتيكا كومونيكاثيون اومانا نو بيربال ابتيكا اوترو اخيمبلو خيرار الكويربو آثيا لا أوترا بيرسونا إذا أنا ندري دا يعني شخص اندار على شخص آخر خيرار الكويربو آثيا لا أوترا بيرسونا فبما أنه هي فتشي يتعلق بحركة الجسم فرح تكون كومنيكاتيون أومانا نو بيربال بوستورا كومنيكاثيون أومانا نو بيربال بوستورا زين مثال آخر اونيفورما أونيفورم دي لا بوليسيا ناسيونال يعني فشي يتعلق بالملابس الملابس مال الشرطة الوطنية فإذا أونيفورم دي لا بوليسيا ناسيونال راح تكون كومنيكاسيون أومانا نو بيربال أبارينسيا ليش أبارينسيا؟ لأن شي يتعلق بالملابس بالمظهر الأولفاتو دون بيرو الأولفاتو دون بيرو حاسه الشم عند الحيوانات فمبينه بما انه هو بيرو حيوان فاذا كوميونيكاسيون انيمال كوميونيكاسيون انيمال